هذا سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى المقبرة لأجل زيارة قبر شخص معين؟ إيه نعم، يجوز أن تذهب لزيارة قبر والدك أو أخيك أو قريبك أو أي مسلم تزوره وتسلم عليه وتدعو له، لا بأس. طيب، هذا قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. نعم.